شيل هذا وخره، هذا هم اجله. يا ان يا معود ما تقول لي يا ان، شيل شيل شيل. حقيقه الاسبوع هذا كنا محضرين مواضيع هواي، بس اللي صار جبرنا نغير الدفه 180 درجه ونعوف الصاروخ ان وناخذ صواريخ ثانيه تختلف عن اللي عندنا. انا المملوح نشوك كبر حيله جنوب وغير المسيرات التي دخلت الأجواء الإسرائيلية. حتى الساعة المعلومات المتوفرة حول هذه المسيرات بأن هناك تقديرات بأنها أطلقت من العراق واخترقت الأجواء الإسرائيلية صوب حيفا. يلا يلا على الجديد. أنا المحد عبر فوق رصاص محمل حدوكك، أنا المملوح نشوك كبر حيلة. يقول لك بهاي الأحداث هواي صاير كنتاكي كله، وهي عرفناها من اللي كم صوره اللي سربت ومعنويات المتحدث الرسمي باسم الكيان المهزوزه. اقول لك القياده انتهت بحزبه، القياده الميدانيه. هل تعلمين باحترام وبادب ما معنى هذا الكلام؟ يعني انتهى حزب. اقدم لكم فائق مردوخاي، العضو بالموساد السابق والمتحدث الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي حاليا. مداك واللي على ما يبدو معلوماته أكثر حتى من أفخاي ذرعي، واللي لهاي اللحظة ما سمعنا واحد منهم قال إنه حزب انتهى أو إنه الحرب انحسمت لصالح الكيان الصهيوني. It killed many of the Hamas leaders. Hamas is still there. It assassinated the leaders of Hezbollah, Munir in 2008. Hezbollah is still there, stronger. The Americans took out Qasem Soleimani in an extrajudicial killing. The Iranian Revolutionary Guard Supreme Commander. Iran is still strong. So these actions do not shift the strategic equation or the military equation. وانت شنو تفتهم اكثر من زعيم وقائد؟ الشرابه بالعراق، يعني العرق شيء. من يقول لك انتهوا؟ خذ حشايته راس مال. اما تاكيده واصراره بهذا الشكل دليل عن فرحته. سافل. لا 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 لك فهمه فهمه، مو نصرة للكيان. لا لا، هو شنو قابل الاستاذ فائق دعبول دوني مثلا؟ لا، بس يقول لك يا عمي ما طلعت هاي، ادري تشلبتوا الا انتم تحررون القدس، اعطونا شويه مجال، ترى احنا هم من نفسنا ندخل وناخذ دورنا بتحرير الاراضي المحتله ونصرة اهلنا في غزه، لو هي حصرا لايران واذرعها بالمنطقه. قضية يش قضية يش إيران. ليش هي فلسطين مال أبو خامنئي لو مال أبو إيران؟ هسه روح شو فلسطين مال العرب عين. القصص فلسطين مال العرب. لا لا فلسطين مال العرب مو مال العرب. كحكومات كلها سالفة عربية، قضية عربية ولدت عربية وتبقى عربية إلى يوم الدين. هاي ما تخص أحد غير العرب. لا لا صارت إسلامية. فلسطين إسلامية. والله وكفوا من العرب. واللي من يوم اللي احتلوا بفلسطين عيونهم ما نامت وينتظرون الفرصة حتى يباغتون العدو الصهيوني ويضربوه ضربة رجل واحد بغض النظر من يقود الجيوش العربية ولا من يزعمها، لأن بالنهاية القضية تهم كل العرب، أو أي واحد يحرر القدس من إيد الصهيوني فهذا يعتبر نصر لكل العرب. بس أنا أتوقع أنه السعودية هي الأقرب لقيادة هاي الجيوش وحمل راية النصر، بس مو هسه، لأن المملكة هاي الأيام دا تحتفل بمنجز وقف السعودية على تخرجل. يا حبيبنا يا ابو شنطه ابعد عن الطريق. يا ابو شنطه الله اللي عزنا ما لحق عايشين بخير والعود حدثينا الله البادي ثم يجيب لك
ها شنو؟ السعودية قامت تصنع طائرات عملاقة حالها حال شركة بوينغ؟ لا لا صدق، هاي العالم اللي قاعدة تركض وطالعة ترقص والشوارع مليانة وال... يا حبيب تعال هاي الطيارة صناعة سعودية؟ لا تجميعها بالسعودية؟ لا زين الشاحنة اللي شايلة الطائرة سعودية؟ لا زين السائق اللي سايق الشاحن اللي شايلة الطيارة سعودية؟ لا لا عاد على شنو جات تمرقص؟ مع ما انه الاختراع اللي عندكم مو قاصرة اصلا وتغطى على هاي الخردة اللي ناقليها ومن حقكم تفتخرون بها، بس المشكلة انه ما حد مسلط عليها الضوء. مثلا نموذج صناعي محتكر وهو يعني سروال طويل تقليدي او يتميز عن السروال التقليدي بانه يغني عن استخدام سروالين، فاذا نظرت تشوفه كانه سروالين يعطي مظهر سروالين، لكن اذا جيت اخذته وجدته قلته واحد. طبعا من ناحية المنافسة المنتج محتكر تماماً موجب شهادة، وقدمت بها الآن مكتبات اختراع دول الخليج حتى أعممها على دول الخليج العربية. كويس أنك سجلتها كبراءة اختراع، لأنه ما تفاجأ بكرة يعني يأخذونها في الصين وينتجونها ويرسلونها فتخسر الفكرة. إيه عافية عافية، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وخلي يكون بعلمكم مو بس الصين مخلي عينها على السروال هذا، أنا سمعت ألمانيا وبريطانيا صايرة مذابح بيناتهم حتى يشترون الاختراع هذا، لأن اكتشفوا أنه البشرية بالعشرين سنة القادمة راح تستغني عن اللباس وماكو شيء يفيدها بقد السروال اللي ابتكرتها السعودية. استغفر الله. فنصيحة لكم لا تبيعون الاختراع هذا هسه، لين يجي يوم وسعر السروال هذا يصير بسعر اليورانيوم وبسعر الماس البلجيكي، وبقتها تقدرون تسيطرون على العالم وصيرون نمبر 1 عالميا، ولو انت حاليا ما مقصرين والشعوب تعتبركم بمثابه الدول العظمى. I want to be very blunt with you. If it weren't for the United States, they'd be speaking Farsi in about a week in Saudi Arabia. Their military can't fight out of a paper bag. They give us 9% of our oil. لا هذا الحكي كلش واقف وحيل زحم، انا ما ادري القياده بالمملكه والملك سلمان شلون ساكتين لهذا اللي يقول لولا الولايات المتحدة لكانت السعودية تتكلم الفارسية خلال أسبوع. طهضت سلمان. لا 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 لا، مو السعودية اللي تطغر، مو السعودية اللي تطغر راس أو تقبل أي دولة تحتلها، ولكن أنت ما سمعت بالمعارك اللي خاضتها السعودية باليمن واللي من خلالها مسحت نص مدنها وساوتها ويا الأرض بحيث ما خلت طفل أو امرأة يمنية إذا ما دفنتهم تحت الأنقاض. اليوتيوب يشد، هاي من عدا أدوارها المتميزة بمشروع الربيع العربي واللي خلى دول مثل سوريا، ليبيا، تونس، مصر مقدمة الدول العربية والعالم أيضا ناهيك عن دعمهم المطلق للدول المجاورة ومنها العراق، واللي ليها ما ننسى وقفتهم ويانا وخصوصا بحربنا ويا داعش والملعب الرياضي اللي ليها ما شفناه. وطبعا كالعادة أنا دائما أتحدث بأن العرب لا يملكون مشروعا موحدا لمواجهة إيران، على الأقل يستخدمون العراقيين لأنه هو العراق أقوى دولة، يعني نفوس 42 مليون نسمة ودولة قوية وإمكانيات هائلة، يستخدموها حائط صد بوجه إيران، هذا لا يفعله العرب لحد الآن. بس لحظة ما قاعد أستوعب، يعني انت هسه تريد تخلي العراق حائط صدمات ويوجه المدافع على ايران حتى المشروع العربي يكتمل؟ دليل راسك، دليل راسك بالنعم. لا عاد سوينا اذا تريد ترجعنا الزمن ابن صبحه من كان يضحي بولدنا لاجل حمايه البوابه الشرقيه، وشنو اللي حصلناه من كنا يوميه نزف الاف من الشباب العراقي لنصره القضيه العربيه العادله مثل ما كانوا البعثين يقشمرون علينا؟ تدري ايش قد نزفنا دماء بدفاعنا عن اشقائنا بالعروبه؟ والنتيجة ولدهم وجوهه تورد من العافية وحياتهم كلها مخلصية بأوروبا وأمريكا، ولدنا صفوا جو التراب. أو ليش تروح بعيد؟ راح أسمعك مقطع سياسي شريف حكى بذيك المرحلة حتى أنت تقتنع. داك العرب يعني واقفين ويا صدام ضدنا، احنا ضدنا، احنا العراقيين جايين نقتل، هم شنو اش خاصرين؟ مو بس تفتر تريد تحمي نفسك وتحمي دول الخليج
ومخلينا احنا بوجه المدفع والضحية نقاتل دفاعا عن حضرتك حتى تركب كادلك ومارسيدس وشوفرليه وجيمسي ومعرف شنو تتنعم وجوازك بجيبك. بالصيف انت بلندن وبالشتاء ما ادري بيا دولة ومتونس وراتبك 1000 دينار مثلا او 10,000 ريال او يعني عملة الخليج انا اقصد، وانا اللي ادفع الثمن واموت من اجل ماذا؟ من اجل حتى انت تتنعم. طبعا هذا هو فاقد عبون نفسه اللي قبل شوية كان يطالب ان يكون العراق حاصد للدول العربية، بس هذا الحكي حكاه من سمع بترشيح الرئاسة الوزراء من قبل ساحات التظاهر، فقبل تحول من سياسي لمطالب بحقوق الشعب ومن أكثر المتأثرين بأحزانه وجراحاته. بس من شاف الشغلة داتشة ودايسة ورئاسة الوزراء ما يشوفه لو تطلع نخلة برأسه، رجع لأصله وقام يطالب العراقيين يكونون مصد لإخوانهم العرب ونسد دماء الشهداء اللي كان 24 ساعة يحكي بتضحياتهم. ريهام يعقوب تدرون اهلها ايش قد تعبوا عليها يلا سووها انا ريهام اجيبها مثل لان اخر وحده. تدرون هشام الهاشم ايش قد درس وتعب يلا وصل هاي المرحله. تدرون مهند القيسي شلون ملوع امه وتبكي وما تسكت ولا ليل ولا نهار. تدرون عمر سعدون ايش قد هذول اهلهم تعبانين عليهم. قشمر بالشباب حتى تساوم بيهم وقت ما تحتاج، بحيث بايام تشرين كنت تطلع تبكي وقلبك محترق على ريهام وهشام ومهند. واليوم الطالب العرب ان يستخدمون العراقيين حائط صد ضد ايران. اه يا زباله يا سافل يا واطي يا بايظ. شوف بما انه حضرتك كل مرحله تنطيها تيار وذبذبه شكل حسب مصلحتك، المفروض منه ورايح نسميك فاق ذبذب لان شنطيك ما يرضيك، بحيث قبل فتره طلعت قلت انه ايران وحزب تقصف اسرائيل، انطوني جندي اسرائيلي واحد انقتل بهذا القصف. وبما انه انا شغلت التبوحوش رحت طلعت لك الاعداد الحقيقيه، بدل ما يشكرني شو هذا طلع بقناه العربيه يحكي عليه. لما ضربوا 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل قلت طيب أعطوني واحد قتيل صهيوني إسرائيلي مات بهذه الصواريخ. عملوا برنامج بالعراق واحد طلع لي عدد القتلى الإسرائيليين بموضوعات أخرى مو ب 300 صاروخ والمسيرة التي أطلقتها إيران. يقول تفضل هذا فائق الشيخ علي يضحك عليكم يقول إنه ماكو قتلى إسرائيليين. يا عمي أنا الرهان مالتي على صواريخ إيران اللي ضربتها ثأرا للذين قتلوا من الحرس الثوري في دمشق بالسفارة. أنا على هذا الموضوع. هلا باوي قام يشرط ويريد بس القتلى فقط اللي ماتوا بال 300 صاروخ الايراني باعتبار ذولا بيهم سمسم. اما اللي عرضتهم هاني ذولا ماتوا بسبب بخريان. لك الزواج بطلعه ورغم هذا اقول لك انت كذاب لان انت ما حددت وطلعت قلت لا هي مستمره يوميا تقول نضرب. وهذا حزب الله طبعا ايضا احد ادوات ايران يوميا يقول باننا قصفنا المناطق. طيب اين الضحايا؟ يعني لماذا إسرائيل حينما تقصف تقتل عشرات الآلاف حتى الآن 120,000 ما بين شهيد ومعوق وضحية في غزة فقط، لماذا السلاح الإسرائيلي الأمريكي البريطاني الألماني الفرنسي فعال يقتل والسلاح الإيراني لا يقتل؟ هاي المعادلة يجب حلها. يعني إذا لا يستطيع أحد أن يحلها وما يقول لي من الذي قتل من الإسرائيليين لا أستطيع أن أصدق بأن إيران تقصف ماذا؟ لأن تبين بأن كلها عبارة عن أسلحة كرتونية يعني لا حقيقة لها. ها فاق ذبذبة من بينا طلع كذاب هسه؟ أني لو أنت أبو حاط الصيد صراحة أنا ما أدري شباب الواعي شلون غشت بيك واعتبروك قائد، لأن هاي شغل مباتك لاك فيها مو اليوم وامس، لا من أيام حمامات البرلمان. زيد عزكم الله أيها الشعب العراقي أيها المشاهدون المستمعون تحديدا في المرافق الصحية لهذا المجلس.
لأنه كل منا يدخل سواء كان مصورين أو نحن النواب يجب أن يرفع بنطلونه يعني إلى ركبته ثم يدخل إلى المرافق، لأنه مفتوح الماء 24 ساعة فمتفايضة التواليتات، خلص الماء ماكو ماء هنا بمجلس النواب، من تطلع تريد تغسل ماكو ماء. قصة التواليتات أنا قلت مرافق البرلمان، المرافق مو المقصود التواليتات، من أقول لك مرافق الاستوديو شنو المقصود؟ مقصود الاستوديو والأجهزة تمام دقيقة، لا هاي مهمة خطرة. راحت ايامك فائق ذبذبه، ايام الحمامات والمرافق الصحيه واهل العرق والبارات، تحس عنده واهس، واهس عنده بدليل من كان ناب يومي يطلع ينطينا احصائيه بعدد الملاهي والبارات ببغداد، لا وبشكل مضبوط، فيا ريت يرجع همي يونسنا وهمي يضبط هاي الاحصائيات من جديد، واللي تاهت من بعده ويعوف الحكي هذا مال المقاومه وصواريخها وشهدائها وعملياتها اللي زلزل الكيان، هاي الشغلة إلها ناسها مو إلك. مثلاً إجرالي على الصعيد المحلي في العراق وبانضمامنا إلى اتفاقيات إبراهيم علي على الصعيد العالمي، وكما نصت هذه الاتفاقيات على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الأطراف الموقعة ودولة إسرائيل، نحن أيضاً نطالب بالتطبيع وبالسياسات الجديدة تقوم على العلاقات المدنية، وتطلع شوقا للترحيب بأطياف الجديدة وأصدقاء. هاك السنن، هاك هذا الثاني الكيان يريد الدول العربية كلها خاضعة له ويريد يحتلها، وشعاره من إني للفرات، وهذا يريد يطبع ويسوي علاقات ثنائية على أساس إذا ما يسوي علاقات ثنائية ويطبع وياها راح يخلي إسرائيل تنام من المغرب وتدعي بس من الله إنه لا وسام الحرداني يحرر القدس أو يطلع واحد منهم يحرره. الشعب الوحيد اللي يفتخر اللي يفتخر بالقضيه الفلسطينيه هم بس الكرد، لان ثلاث قياديين كرد حرروا القدس، صلاح الدين ايوبي نبوخ نصر، ماكو ولا قائد عربي يقدر يحرر القدس. انتظر وما راح تشوفوها، انتظر الرابع بالله. وانت شنو حضره جنابك تستهزئ؟ ننتظر الرابع بالله، ما عاوزك بعد بس تقول له لا لا انتبه، انت في حضره علي البرزاني المشهورين ببسالتهم وشجاعتهم وخصوصا بميدان المعارك وجبهات القتال، وماكو واحد يقدر ينكر دورهم العظيم بتاديب الدواعش في سهل نينوى من قلولهم خوب مناطق سنجار الاهالي ليها سيتغنون ببطولاتهم، بحيث اي واحد يساله عن البشمركه يقول لك ظلت بزني عيلهم راح انضم هينيلهم. الحلو بيهم انه كل 30 40 سنه يطلع من عندهم قائد لامع، ابتداء من الملا مصطفى البرزاني اللي لقن الكيان الصهيوني ابشع الهزائم، مرورا بكاك مسعود اللي لياس البعثيين والزام النظام البائد يخافون من اسمه، لين شوف منجوم الظهر، وختاما بالقائد مسرور اللي احتل ثلاث ارباع المناطق الحدوديه التركيه. بس يا ترى من هذا القائد الرابع اللي راح يطلع منهم ويقودنا لتحرير فلسطين؟ علي علي بطل فليد، هيا بريك راندايزر، عدوك فاحذر سلح نفسك ناضل بالدفاع، لأجل سلام فوق الأرض في كل الأصقاع، كافح شرا أبطل مكرا فالخطر كبير. هذه أرضك يا برزاني إقليم كبير، خذ نفطاتي ومرتباتي وإحنا يطبنا زحير. عالة تشبه عالة يا دراضي ولادة، بحيث كل يومين ثلاثة زارقين ممثل قائد. زين هو السؤال، إحنا عدنا عناصر كافية؟ خو مو نروح نحرر فلسطين، نرجع نلقى تركيا محتلة إقليم كردستان. والله لان هي بيها البيشمركه والاسايش وجهاز البارستن ومسعود البرزاني موجود، مسرور موجود، منصور موجود، واردوغان ماخذ ثلاث ارباع دهوك من ام داخهم. هسه غير نعرف الخلل وين؟ بينا يعني بينا بالبيشمركه مسرور لو باردوغان. هل معقول قوه من البيشمركه بس عندها رشاشات ومسدسات؟ شنو هذا الجيش؟ هاي انت عندك بس مسدسات ورشاشات،
تهرب نفط ومستولي على حقل غورمور ومكوش على واردات المنافذ الحدودية. قول مقتنع؟ لا طبعا ما مقتنع. يومين معنتر علينا، والله أنا أريد أنفصل. تخيل يصير عنده سلاح ثقيل. أبو مسرور قبل يطلع بيان يعلن إقليم حدود إقليم كردستان من التاجيز أخو. والله أكبر، الله أكبر، والحمد لله على نصره المبين. تنقصلها بتوفية تاي. بس أعتقد ألمانيا وبريطانيا وواشنطن يعرفون عقلية العالي الحاكمة بإقليم كردستان، لذلك أثقل شيء ممكن يجهزوهم به قذيفة أربيجي مو أكثر. التسليح الولايات المتحدة الأمريكية لقوات البيشمركة الكردية، مدفعية آلية متطورة، هاوتزر الثقيلة المتطورة، طراز M119 من عيار 105 ملم، 24 مدفع، لها 40 كيلومتر، تشتغل بالليزر، يعني تقدر تضرب هذا المير بعد 30 كيلو. لا يمتلكها الجيش العراقي بالأساس. واشنطن مجهز البيشمركة بمدافع متطورة لا يمتلكها الجيش العراقي. الله يطيح حظك يا امريكا، الله يطيح حظك يا امريكا. لا لا لا، بيني وبينكم يستاهلون، باعتبار البيشمركة شاركت بإنزال النورماندي وحرب الفوكلاند، وكانت السبب الرئيسي بنهاية الحرب الأهلية برواندا وأثيوبيا وشمال أفريقيا. تريدون تخلوها بطرق المسدس والكلاشينكوف وأسلحة الجيش العراقي اللي باقت استولت على أخذتها؟ في الكونغرس الأمريكي قرر إعطاء قوات البيشمركة صواريخ الباتريوت ودخلوها بميزانية الكونغرس الأمريكي للشهر لعام 2024، وافقوا على هذا. على الخير عليكم. راح يجهزوكم بالباتريوت هم؟ هو شنو الباتريوت؟ المفروض هسه البيشمركة عنده قاصفة B-52 وعنده أقمار صناعية وغواصات نووية، وبالتالي هاي المدافع اللي خبصتونا بها ما لها قيمة عند البيشمركة. ترى في دستور إقليم كردستان البيشمركة هي حرس الإقليم، هذا بالدستور حرس أمن أوكي. الإقليم هي قوة خفيفة زين، يعني حتى أقل من الشرطة الاتحادية، أكبر من الشرطة المحلية بقليل، ولكنها لا يمكن أن تكون لديها دبابات ومدفعية وطائرات وما إلى ذلك زين. واجبها تأمين الأمن في داخل حدود إقليم كردستان وليس خارجه. شنو يعني قوة صغيرة تحافظ على الأمن الداخلي لإقليم كردستان؟ يعني تريد تقنعني أنه قوات البيشمركة حالة حال الأبي أس؟ ما احترامنا جماعة الأبي أس وقوة الأبي أس، بس أقول بعد فد مرة ليش ما تأخذون من عندنا الهامرات والرشاشات وتنطون مكانا حصن وعصا كهربائية؟ أما بالنسبة الضباط البيشمركة الكبار أنطيهم من هذا البخاخ اللي تستخدم النساء من واحد يتحرش بيها. أما حماية مسرور برزاني وكاك مسعود برزاني دول أنطيهم مسدس أبو البكرة باعتبار ما عندهم أي قتال لو تماس أو واجبات حدودية. قوات البيشمركة هي لحفظ الأمن الداخلي، هذا أيضا أمر غير صحيح دستوريا. قوات البيشمركة هي قوات حرس حدود، وبالتالي القوات التي للأمن الداخلي هي معروفة، هي الشرطة وقوات الأسايش. أما قوات البيشمركة فهي لتحمي الحدود العراق من 3 دول، هي سوريا وتركيا وإيران. مو أنا هم قلت ولا جايبين المدافع حتى نحمي بها القرية اللبنانية؟ إيه إذا هكذا الحكي هنا شغلة اختلفت، وما دام حماية الحدود العراقية المشتركة ويا سوريا وإيران وتركيا من واجبات البيشمركة مثل ما صرح عضو الحزب الديمقراطي الأستاذ صبحي، وما دام استلمنا مدافع متطورة خلونا نعد العدة ونسير خلف قائدنا مسرور البرزاني وننطلق لتحرير المناطق التي توغلت بها القوات التركية. قائد وزارة البيشمركة جبار الياور وين حتى ينطينا أوامر بتحرك القطاعات بسرعة؟ وينه؟ قال الياور إن حماية الحدود العراقية من مهام قوات الحدود الاتحادية، والتي تتكون من 3 ألوية عسكرية وتشمل حماية الحدود العراقية المشتركة مع تركيا وإيران والسعودية. وأضاف إن قوة البيشمركة ليس لها أي دور في حماية الحدود. يا مظلوم يا جبار يا أخوي، يا مظلوم يا جبار يا أخوي. يقول لك عناصر البيشمركة من بعد ما شافوا عضو الحزب الديمقراطي صبح المندلاوي يجرب الطول
وقائد وزارة البيشمركة جبار ياور يجر بالعرض. واحد يقول حماية الحدود من مهام البيشمركة، والثاني قال لا انشد حماية الحدود مو من مهام البيشمركة. قاموا يصيحون اخذني تعبت. خو مسرور من شاف هاي التضارب بالتصاريح أبد ما قال عليهم انتو بهايم، لا، ويردون ينفصلون ويصيرون دولة وحدهم، هم اثنين بنفس الحزب ما متفقين على رأي موجود مكتوب بالدستور. هسا احنا ورا منو نمشي؟ اوكي نمشي ورا جبار دياور، وانه حماية الحدود من مهام الجيش العراقي. الجيش العراقي ليش ما يروح يطرد الاتراكي؟ اقليم كردستان لا يسمح بتواجد امني عسكري للجيش العراقي الاتحادي. اي وين المشكله؟ مو اكو فد اختراع اسمه واي فاي؟ من مكانه يطب وياهم بيبجي وياها اللي يخسر ينسحب. بس هسه احنا هذا مو موضوعنا. اذا حمايه الحدود مو شغلكم، والتعارضات الخارجيه مو شغلكم، لان المدافع جايبين رمضان. لان داعش لم يقضى عليه بالكامل. داعش لحد الان فكره باقي، هناك خلايا نائمه لداعش. ها لك هاي شلون فاتتني؟ أثار هاي المدافع جايبيها حتى تأدبون الدواعش بيها، ومن اليوم ورايح بعد ماكو جيوب للإرهاب، يعبثون بأمن المدن العراقية ومدن أقليم كردستان. وإذا أي شخص عربي أو آسيوي من دول الدواعش اللي قشمروهم وضحكوا عليهم ولعبوا عقولهم يفكر لمجرد تفكير يضرب مصالح الإقليم أو يعتدي عليها، فراح يشوف رد قاسي لا صار ولا راح يصير بالمستقبل. احنا ما ويا داعش ولا ضد داعش ابدا ابدا، نهاية مو ضد داعش. ما عندنا خط ماس. هسه تقول لي منو خط ماس؟ ما عندنا عدو حتى يكون خط ماس بيناتنا. جبار سمعت هذا جبار، يعني التصدي لفلول داعش من مهام الجيش العراقي. ماشي يا رئيس تبو انت. اصبرني انا دوري جاي. طرد القوات التركية المتوغلة بتهوك من واجبات الجيش العراقي. حصل رئيس تبو انت. اعطيني مجال دوري جاي. حماية الحدود المشتركة من جانب تركيا وسوريا وايران من مسؤولية الجيش العراقي. ماشي يا رئيس تبو انت. ليش هو الجيش العراقي؟ خلي البيشمركة شغله يسويها. عين برطولنا السالفه هاي المدافع، خو مو معقوله مسرور جايبه حتى يتعقل بيها قدام بن عم نجرفان. التجهز بالقوه هو عامل لاحداث السلام، نحمي به نفسنا. منو خايف يهاجمك؟ منو خايف من تمدد الفصائل المسلحه؟ كان اكو تمدد على الاقليم من قوات راد تمتد لي اربيل، بالتاكيد ما راح نقول. قوات عراقية هذه؟ شنو عراقية؟ والعهد هم ليش الجيش العراقي والحج الشعبي من جو ما استخدموا الدبابات وما صار قتال؟ لك يا شباب بس على كيف هدوا على كيف معود ابو الوليد. لا رجعوا يا معودين رجعوا لبيوتكم. ترى النائب هذا ما يقصد انه البيشمركة راح يسوي هجوم كاسح وتحتل محافظاتنا، لان البيشمركة اولا واخيرا هي بنت هذا البلد، ومستحيل تكون اداة او عدوان على بلدنا. دليل على كلامي هو أنه علاقتهم متميزة بقواتنا الأمنية وكل الأجهزة والمؤسسات مال الدولة، وتاريخهم كله ما بيه تماس أو احتكاك بقوة عراقية. اشتباكات بين القوات العراقية والبيشمركة غرب الموصل. عن اندلاعي اشتباكات وصفها بطفيفة ما بين قوات من الحشد وأخرى من البيشمركة. اشتباكات مستعرة بين القوات الحكومية العراقية وقوات البيشمركة الكردية بين محافظة نينوى وإقليم كردستان العراق. اشتباكات عنيفة بين الحشد الشعبي والبيشمركة الكردية جنوب كركوك. اشتباكات مسلحة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة شمال غرب الموصل. اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والبشمركة في المناطق الشمالية. إذا اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية بين القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية بالقرب من منطقة الزمار. اندلعت الاشتباكات بين القوات الأمنية الاتحادية والبشمركة في أكثر من محور. يبو هاي ويا أبناء بلدهم وأخوانهم دق اشتباكات ونزاعات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة على منفذ حدودي لو قرية أو وصلت قاع. تصور ايش راح يسوون بالأتراك المحتلين
لأراضيهم ومهجرين مواطنيهم. وصول أرتال عسكرية كبيرة تابعة للجيش التركي إلى منطقة ديرلوك في محافظة دهوك، والغريب في ذلك أن دخول هذه القوات يأتي بحماية قوات البشمركة. ولكم دولة صدق في نمة. تخيل قوات البشمركة بقيادة السروك مسرور البرزاني يأمنون الطريق للقوات التركية حتى يحتلون أراضيهم. اللي يحكم فيه خليفة حسان هو أردوغان ليس مسعود البرزاني. مسعود برزاني هو ذيل من الديون أردوغان. هذا مسعودين الأردوغان وبغداد تمطر عليه بالفلوس كل شهرين ثلاثة، 200 مليار، 300 مليار. لو كان ملتزم كل قرارات الحكومة وسامح للقوات العراقية تدخل الإقليم كان لفينا مصفى بيجي، لا مصفى بيجي باقوة، كان لفينا مصفى الدورة وطناها يا هدية. ما لكم كيف تحكمون؟ أيام زمان كانت العائلة العراقية من دز أولادها للمدرسة تعرف من دازتهم وتعرف من الهيئات التدريسية اللي تأخذ على عاتقها تعليمهم وإرشادهم وتعرف انتمائهم وتوجهاتهم، وكذلك تعرف المواد اللي أولادهم يدرسوها ويطلعون عليها. حتى أصدقاء أولادهم والأب والأم لازم يعرفون ويا من يمشون ومن يرافقون وين يرحون وين يقعدون وش ياكلون وش يشربون. بزماننا هذا من ما تباوعوا من ما تلتفت تلقى جهة تريد تضلل ابنك وتريد تغويه وتريد تدخل براسه أفكار ومتاهات إلها بداية ما لها نهاية، ويوميا نسمع بمنظمة شكل ومجموعة شكل. من هن اللي يتحث على التحرر؟ من هن اللي يطالب بالانفتاح؟ من هن اللي يتروج للعادات الغربية؟ ومن هن اللي يثقف للإلحاد وإنكار وجود الله؟ وكل هاي المطالبات يخلوها بخانة الحرية والمدنية وشعارات الديمقراطية والرأي والرأي الآخر. ديروا بالكم على أطفالكم. تصبحون على خير.